فشر حساب شاهين كويتي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن إحدى الفاشينيستات الكويتية تلقت مبلغا خياليا من أحد رجال الأعمال دون توضيح المقابل لذلك. ونشر حساب شاهين عبر انستغرام صورة للشيك الذي تلقته الفاشينيستا بمبلغ 130 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 428 ألف دولار أمريكي، وكتب اسمها الأول روان، ما جعل المتابعون يجزمون أنها روان بن حسين. وأرفق شاهين صورة للشيك بالتعليق: وعدتكم قبل أيام بنشر صورة شيك أهداه رجل أعمال لإحدى الفاشينيستات الكويتيات، ونترك لكم تفسير المقابل. وتابع شاهين في تعليق آخر: بعد نشر شاهين أمس صورة شيك لإحدى شهيرات السوشيال ميديا حصلت عليه من رجل الأعمال سعود صهود المطيري، وأكدنا في حال أنكر أحد الأطراف الشيك سننشر تفاصيل خاصة، كان البلوك والهروب هو سيد الموقف لأحد الأطراف. وبدأ المتابعون بتخمين سبب تلقي روان بن حسين هذا المبلغ، فمنهم من ذهب به التفكير إلى علاقة محرمة، ومنهم من قال إن ربما كان مقابل إعلان. وبينما التزمت روان بن حسين الصمت، قام رجل أعمال سعود صهود بالرد وأكد أن الأمر مجرد فبركة أطلقها أحد أدوات الإثارة. وقال سعود في تصريح لصحيفة الرأي الكويتية إنه باختصار وبعيدا عن أي تعقيد، يستطيع أي اقتصادي أن يعرف بسهولة أن صورة الشيك المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقية وأنها عبارة عن فوتوشوب، فأي رجل أعمال ولو كان صغيرا يعرف أن اسم المستفيد في أي شيك مصدق يكتب بالإنجليزية وليس بالأحرف العربية، كما أنه لا يكتب اسم صاحب الحساب المصرفي، بل يقتصر الأمر على كتابة اسم البنك الصادر منه الشيك باعتباره مصدقا. وعن هوية الشخص الذي سرب صورة الشيك المتداول، قال: لا أعلم بالتحديد، لكن البعض يقول إنه شخص جربان مقيم في لندن. وكانت روان بن حسين قد استفزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، وعبر متابعو الفاشينيستا عن استيائهم وغضبه من صورة، قالوا إن روان بن حسين تعمدت فيها استعراض مؤخرتها وهاجموها بتعليقات ساخطة. ونشرت روان بن حسين صورا ومقاطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت الفاشينيستا الكويتي: أمس أصدقائي سووا لي مفاجأة واحتفلوا بعيد ميلادي، كثير كنت حساسة أمس ودمعتي بعيني لأنه هالسنة ما كانت سهلة، الحمد لله على نعمة الأصدقاء اللي يدخلون الفرحة على قلوبنا، الله لا يحرمني منكم.